نحن هنا في مدينة ستراتفورد أبون إيفون وأمام مسقط رأس الشاعر والكاتب المسرحي العالمي ويليام شكسبير. هو بلا شك رمز عريق لكل ما هو بريطاني ثقافيا وتاريخيا، ومع ذلك أصبحت هذه الدائرة ممثلة في مجلس العموم البريطاني في الانتخابات الأخيرة بأول نائب من الشرق الأوسط يدخل قبة البرلمان. ناظم الزهاوي عراقي الأصل يقيم منذ طفولته في المملكة المتحدة. رجل أعمال كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة يوغوف لاستطلاعات الرأي. فاز بالأغلبية في الانتخابات العامة عن حزب المحافظين في هذه المنطقة التي تقع شمال غربي لندن ومعظم المقيمين فيها من البيض. الزهاوي لا يتكلم العربية بطلاقة، فضل التحدث إلينا باللغة الإنجليزية، لكنه أكد على اعتزازه بأصوله الكردية. أنا كردي من العراق، والدي جاء إلى هذا البلد في عام 78 هاربا من النظام البعثي. جريمته الوحيدة كانت أنه كردي، لذا أعتبر نفسي بريطانيا من دون أن أنسى أصولي الكردية وأنني ولدت في بغداد، لكنني في نهاية الأمر أعيش في بريطانيا. رغم أن الزهاوي أسس في السابق جمعية ضغط للتوعية بمشاكل الأكراد، إلا أنه نفى عزمه عرض قضايا تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط في مجلس العموم على الأقل في هذه المرحلة. دوري هو أن أمثل سكان ستراتفورد أون إيفون في ويستمنستر وأن أعمل مع مختلف المؤسسات المحلية الأخرى بما فيها المجالس المحلية. أريد أن أقوم بعمل مختلف بالنسبة لهم لأنهم هم الذين انتخبوني. هكذا أرى دوري الآن وليس لدي طموحات أخرى. الزهاوي يرى ضرورة في تحديد سقف لعدد المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة وطرد المهاجرين غير الشرعيين، وهي أفكار في صميم البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين. وبعيدا عن السياسة، يقول الزهاوي إن من دواعي فخره أن يكون أحد أسلافه الشاعر العراقي المعروف جميل صدقي الزهاوي، وأن ينتهي به المطاف في بلد الشاعر والكاتب المسرحي العالمي ويليام شكسبير. وفاء زيان، BBC.